وللمزيد ينضم إلينا هاتفين السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيد سفير، يعني تاريخ من العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا بيتعزز في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف يمكننا تقييم هذه العلاقات بين القاهرة وباريس في ظل سعي قيادتي البلدين لتطويرها نحو أطر أوسع من التعاون؟ صحيح، العلاقات المصرية الفرنسية كانت دائما علاقات متميزة، لكن من المؤكد ان هي شهدت قفزه هائله بعد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسه في مصر، وايضا في عهد الرئيس ماكرون. وبالتالي اعتقد انه الفتره الثانيه لرئاسته هتكون فيها قدر اكبر من التعاون والدعم للعلاقات. فرنسا احنا بنعتبرها شريك استراتيجي لمصر في موضوعات كثيره، سواء كانت في مجال التنمية أو في مجال التسليح أو في مجال السياحة وغيرها من مستويات العلاقات الجيدة اللي بين البلدين منذ فترة طويلة. وبالتالي أنا أعتقد أن الفترة القادمة أيضا ستكون يعني فيها قفزات متتالية في العلاقة بين البلدين، وأعتقد أنه يعني الزعامات سواء كانت الرئيس المصري أو الرئيس الفرنسي عندهم فعلا اقتناع كامل بانه لازم تكون هناك علاقه وثيقه بين الدولتين، خاصه زي ما حضرتك شايفه ان الاوضاع في العالم كلها مضطربه بشكل كبير جدا، وايضا في الاقليم اللي احنا بنعيش فيه في منطقه الشرق الاوسط هناك اضطرابات كثيره، وفرنسا بتنظر دائما الى مصر كاحد يعني ركائز الاستقرار في المنطقه، وبالتالي انها بتستمع دائما للراي المصري في قضايا اقليميه كثيره. واعتقد ان احنا هنشهد فتره يعني جيده من العلاقات خلال السنوات القادمه. يعني سيادتك ذكرت بعض الملفات التي تحظى باهتمام مشترك بين مصر وفرنسا، ما الدور الذي يمكن ان يطلع به البلدان للحفاظ على الامن والاستقرار، يعني لا سيما على مستوى افريقيا وايضا على مستوى الشرق الاوسط؟ يعني اولا حضرتك هتلاقي ان في سمات مشتركه في السياسه الخارجيه للبلدين، هي سمات قائمه على فكره تعزيز السلام والاستقرار سواء كان في حوض البحر المتوسط او في الاقليم اللي احنا بنعيش فيه. ايضا فرنسا لها طبعا دور كبير في افريقيا، ولو انه اصيب بالبعض يعني النكسات خلال الايام الماضيه خاصه في دوله مالي، ولكن لا زالت فرنسا لها دور في افريقيا وتستطيع ان هي تتعاون مع مصر في الوصول الى يعني قضايا كثيره في افريقيا، لان مصر طبعا بتنهج يعني اسلوب مختلف تماما عن دول كثيره، وهو اسلوب دعم التنميه في الدول الافريقيه والحديث باسم القاره الافريقيه في مسائل كثيره. وبالتالي هناك توافق في يعني المقاربات بالنسبه للسياسه الخارجيه الفرنسيه والمصريه، سواء كانت في المنطقه وخاصه طبعا في الازمه الليبيه وغيرها من الازمات اللي اصبحت مزمنه في منطقتنا، وايضا بالنسبه للقاره الافريقيه هناك يعني تطابق في المقاربات المصريه الفرنسيه بالنسبه للعمل في القاره الافريقيه. يعني من المفترض ان في نوفمبر ياتي مؤتمر المناخ الذي سيعقد في مصر، وفرنسا لها باع طويل في هذا الشان، ترى ما الذي يمكن ان تساهم فيه فرنسا في مزيد من الانجاح لهذا المؤتمر المنتظر؟ صحيح، طبعا فرنسا كان لها دور كبير في اتفاق باريس المشهور اللي كان يعني اساس لعلاقات دوليه تتعامل مع موضوع تغير المناخ بشكل عملي، واعتقد انه التعاون المصري الفرنسي من شانه ان هو ينجح ايضا اجتماع شرم الشيخ القادم، وخاصه ان الموضوع تغير المناخ يجب ان احنا يعني لا نؤجله ولا نضعه في مرتبه ثانيه بعد التوتر القائم حاليا بعد الازمه في اوكرانيا، لازم نضعه مره اخرى في المرتبه الاولى، لان هو ده اللي هياثر على مستقبل البشريه يعني كلها ومستقبل كل دول العالم، وهو امر عابر للحدود لا نستطيع ان احنا يعني نتوقف او نحاول ان احنا او اي دوله تقي نفسها من تاثيره، لانه هيصل للجميع. وبالتالي التعاون المصري الفرنسي ممكن يكون ركيزه جيده لبناء نتائج مفيده للبشريه في اجتماع نوفمبر في شرم الشيخ. نعم، ايضا فرنسا يعني ابدت انها ستسهم في مشاركه مصر في جهودها للتنميه او لتحقيق التنميه الشامله، ما الذي يمكن ان تقدمه من دعم في هذا الشان؟
طبعا فرنسا حضرتك عارفه ان هي بتساهم في مشروعات تنمويه خاصه بالبنيه التحتيه في مصر، وطبعا مش هننسى دورها في موضوع مترو الانفاق لو كان له اثر كبير في يعني تسهيل حياه المواطنين في مصر وفي القاهره بالذات. اعتقد انه الفتره القادمه التعاون في مجال الامن الطاقه والامن الغذائي ده هيكون هو ده العنوان الكبير. الدول العالم كلها هتحاول ان هي يعني توفر قدر اكبر من التعاون فيه، لانه ثبت انه اي دوله لن تستطيع يعني الاستمرار بدون ما يكون عندها قوه ذاتيه مبنيه على عمليه التنميه المستدامه داخل اراضيها. ولكن طبعا التعاون في تعزيز فكره التنميه المستدامه في اي دوله ده امر مهم جدا الفتره القادمه، وهتشوفي حضرتك ان هيكون موضوعات الامن الغذائي وامن الطاقه من الموضوعات اللي هيكون فيها تعاون اكبر خلال الفتره القادمه، لان طبعا ثبت من الاحداث الاخيره اللي حصلت في الازمه الاوكرانيه انه يجب ان يكون هناك تعاون اكثر يعني في مجال الامن الغذائي فيما بين الدول يعني بالذات، وامن الطاقه وخاصه دول البحر المتوسط حضرتك لازم يكون فيها تعاون اكبر في فتره في امداد الغاز وغيرها من المشتقات النفطيه. واعتقد ان ده هيكون احد يعني المجالات اللي هتشهد ازدهار في الفتره الجايه. هاتفيا السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق كنت معنا، شكرا جزيلا لك.